في الحلقات اللي فاتت، أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما. أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة، بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟ ثانية واحدة بس، أنا حلويت قوي. الست المجنونة اللي قابلناها أكيد، ده معنى الكلام اللي كانت بتقوله. ما تنشفي كده، في إيه؟ أنشفها؟ أو حاجة عادية جدا. ها، نمت بنت صحيت ولد، ده أنا قفوش قوي صحيح. وأنا صحيت لقيتني إيه يعني؟ أهلا بك في برنامج عرفني دوت كوم. سامح، وريني بقى يا أستاذ سامح هتقول إيه. إزيك يا ورد الشموس. ورد الشموس ليه؟ إيه يا ابني التعقيد ده؟ أنت بتشتغل إيه؟ ستاند اب كوميديان. مونولوجيست يعني. مونولوجيست. الحلقة السادسة. وحشتيني كده طول الأجازة، ما تسأليش عليا. منى، أخيرا هتعرفه. معلش يا بيبي، أنت عارفة كان عندي ضغط كبير الفترة اللي فاتت. سبتك أنا الفترة دي لوحدك مع عواجيز الفرح دول، بس كنت محتاجة أفصل وأخد أجازة بقى. سوري، أعمل إيه؟ المهم إنك فصلتي. عملتي إيه في الأجازة؟ إيطاليا تحفة ما أقولكي. الصلاة على النبي، ما شاء الله، إيطاليا مرة واحدة. أخبار البنات إيه؟ ها؟ إيطاليا دي أنا أسمع إن هناك الموزز إيه؟ بالهبل، بيموتوا على الرجالة المصريين. ملك؟ لا لا لا، أنا قصدي يعني بيحبوا المصريين عامة كشعب، فأكيد اتبسطتي. اتبسطت صراحة قوي، كانت ناقصاكي يعني. لا، المرة الجاية سوا بقى إن شاء الله. بس أنت شكلك مش عاجبني كده يعني، مالك فيكي؟ مش عارف، هتجنن وأعرف مقريفة ليه. أهلا. لا ده إحنا نلحقك بقى قعدة حلوة مع البنات بقى، ده كلهم وحشني. أوبا، البنات طبعا نروح. هكلم بقى رنا وبقية العيال ونتجمع في الكافيه بتاعنا. دبل شيفت. دبل شيفت. يا كلبة بجد وحشتيني قوي قوي، فينك يا سارة؟ حياتي موجودة. ايه ده، انتي خاسة قوي. خاسة ايه يا بنتي، انا زي ما انا. لا بس قمر، يلا كل واحدة فينا تقول اخر ابديتس عندها. مفيش، سبت عمر وبموف اون من اول امبارح، بس حاسة ان اخره معايا للويك اند ولا كتير. لا حاسبي يحصل لك حاجة من كتر الزعل، مش كده؟ انا بقى عندي بروجرس رهيب. فاكرين تامر بتاع الساحل؟ اللي بتكرش عليه بقالك كام شهر ده؟ ايوه، جيت تداريه حياته واكاونت باباه ومامته، والاهم من كل ده اكاونت البيستي ميار. عرفت تنزل فين ومع مين وصاحبتها، وفي اسبوع واحد كنت هير سول ميت لحد ما ظبطت تامر. وشكرا يا ميار. انا حاسه اني بتفرج على فيلم. ما تهزريش يا سو، ده انت اجمد واحده فينا بتستوك. هو انا كنت هعرف اتجوز احمد غير بمساعدتك؟ انا يا عالتواضع. وانت يا منى ما تحكي لنا عملتي ايه في السفر، زبطتي ولا السفريه ناشفه ولا ايه؟ شوبينج واكل بس، ما عملتش حاجه في ايطاليا غير باستا وبيتزا واشتري حاجات وشكرا. في حاجه يا ساره؟ ده تالت وافل نوتيلا تطلبيه. مش عارفه مالي، انا اصلا ماليش في الحلويات. بنات بصوا بذكاء بالراحه، ما تلفوش كلكم مره واحده زي كل مره، ما تفتحوناش. ها البنت والولد دول هاتت صالونات. وانتي عرفتي منين يا فزلوكه؟ مبدئيا كده البنت قاعده مكسوفه مش على طبيعتها، والولد برضه، وسالها 3 مرات تشربي ايه، طبعا عشان يبين انه كريم جدا. والاصيع بقى ان امهاتهم قاعدين على ترابيزه تانية، دي مامتها ما بطلتش تبرق لها. خرب بيتك. وانت يا سو، مفيش حاجه كده ولا كده بعد ادهم؟ ادهم يا بنت الورمه. سوري، انا عارفه ان انت ما بتحبيش تسمعي سيرته، بس انا عايزاكي ما تبقيش كده. الراجل بيتنسي براجل. اقلبي بسرعه يا بيبي، الرجاله ما تستاهلش، كلهم بيضحكوا بس. دبل شيفت. دبل شيفت. يا باشا انت فين؟ انا في اللوكيشن بقالي حب. يا فندم في طريق لحضرتك، بس حضرتك رايحه فين؟ وانت مالك يا سيدي، ان شاء الله اروح في ده. حضرتك انا بعرف بس. دبل شيفت. دبل شيفت. بالراحة يا فندم. على الباب. باب اللي بتكلمني عليه؟ مش كفاية وقفتي في الشارع وانا مش قادرة من وجع ظهري؟ يا ربنا، حضرتك مطلعة عصبيتك عليا. ولا عليك ولا على غيرك. نزلني، بقول هقول انك خاطفني. نزلني. انزلي، ربنا يعدينا من ايامكو دي على خير. هو في ايه؟ الراجل ما عمليش حاجة برضو؟ انا مالي كنت ملتهب عليه ليه كده؟ ممكن اكون ما نمتش كويس اكيد. دبل شيفت. دبل شيفت. هنعمل مع بعض كيكه من اجمل واروع. ايوه، يعني هحط دقيق قد ايه؟ كل مره يقول 400 جرام 400 جرام، وانا خمن ما كانتش كيكه عايز اعملها دي. كيكه هي وصلت لكده؟
هتدخليه المطبخ وتلبسيه مريالة ولا ايه كمان؟ بس يا زفت بس، انا بعلمك حاجة بدل ما انت ملكش لازمة كده. يعني هي دي بجد وجهة نظرك فيا؟ هو ده التقدير اللي انا مستنيه منك؟ هي فعلا كده الضربة ما تجيش غير من اقرب الناس. يا اوفر يا اوفر. بهزر بهزر يا محمد. اه طبعا، دوسي على مشاعري كمان، دوسي وهرسي واحاسيسي وتقولي بهزر، سهلة هي. محمد هو النهاردة كان في الشهر؟ ليه؟ انجز. 5. هو انا كنت في حاجة بس محتاجة فاهمها لك، وانت بنت جديدة كده، بس معلش الكام يوم الجايين هيبقوا نكد شوية يا محمد، وحاجات متلخبطة والدنيا داخلة في بعضها. ها اجيب لك ايس كريم؟ امشي من وشي. ده فعلا يبقى انا كده صح، انا برضو شايف قعدة الشباب دلوقتي ارحم. انا من زهاد. خلي بالك انت شايفه يا عم؟ شايفه يا عم، واقف فوق اطلع له. لا يا عم ده معاه ايه كي بيعور. انا طالع له يا عم. ده انت عيل، ما تطلع له انت. طيب حاسب. يوه يا جدعان، انا مش لاعب تاني. ما خلاص بقى يا جدعان، احنا جايين نقعد مع بعض ولا نقعد مع التليفونات؟ ايه يا معلم، هي نمت وحلقتلك ولا ايه؟ ايه ده، هو انت منهم؟ طب ما بلاش انت يا وحش، ده الشارع كله عارف خبتك مع سلمى. بلاش بقى يا عم السيره اللي بتقلب القعده كل مره دي. يا سلام يا جماعه، كده لو كان العالم من غير ستات، تخيلوا كده معايا كده الدنيا كانت هتبقى هاديه ازاي. كانت الشوارع هتبقى هاديه، ولا تلاقي بقى واحده راكنه في نص الشارع، ولا واحده بتدي اشاره يمين وتدخل شمال، ومحدش هتخانق معاها كل يوم على قعده القهوه وينكد عليا وانا راجع مبسوط. ما كنتش كل يوم هلاقي واحده توقفني في المترو عشان تقعد مكاني. هو انت عبط بجد؟ يعني ايه لو ما فيش ستات في العالم؟ ما هو لو ما كانش في ستات في العالم ما كناش شفنا خلقكم اصلا، كنت هتيجوا ازاي؟ ولا تبقالك فترة كده يلا زكي زيادة عن اللزوم ومش مريحنا. ما عندي حق يا جماعة، بعدين يعني لو ما كانش فيه ستات كنا هنشوف القمر دي فين. لا لا بس بقى يا عم ما تعكسش عشان محمد بيقفش. عيال تافهة. دابل شيفت دابل شيفت. الكلام كله عكس بعض. حسام أنا قلقان أوي فعلا. أنت لما بتقولي حسام دي أنا نفسي بقلق، بس مفيش حاجة يعني، دي مش أول مرة. لا أول مرة. إيه؟ أيوة قصدي يعني أول مرة قصاد جمهور كتير بالعدد الضخم ده. جمهور كتير إيه بس وعدد ضخم إيه؟ ده هم نفس الكام واحد بتوع كل مرة. ما تخبيش عليا، ما أنا عارف كل حاجة. عارف إيه؟ يا عم عارف السبب، ما تحورش بقى. بقول لك عرفت كل حاجة. خلاص أنت خايف عشان دي أول مرة تتحط في الموقف ده. هي قالت لك؟ من غير ما تقول لي. وأنت يعني فاكرني ما خدتش بالي من طريقة كلامك ولا إيه؟ طيب وعندك حل تنقذني بيه من الموضوع ده؟ انا زهقت فعلا. يا عم انقذك ايه بس، ما تطلع تقول الماتيريال بتاعتك قدامها عادي، انت خايف من ايه؟ هو انت بتقول على ايه؟ ايه ده ماتيريال ايه اصلا يا ابني؟ يا عم انا عارف انت خايف تطلع تتكلم عشان دي اول مره سلمى تحضر لك حفله، صح؟ وانت خايف شكلك يطلع وحش قدامها. برافو عليك، انت خدت بالك. يخرب بيتك نبيه، انت نبيه ازاي كده؟ انا كنت بحاول اداري بس انت نبهتك اكبر من محاولاتي. عيب عليك يا ابني، اخوك ناصح. في ايه يا معلم، وانا اعرفك اول امبارح، دي 10 سنين. لا ما هو باين لو 10 سنين. هي بقولك ايه، هي ساره مش جايه لي النهارده؟ ما انا هو لا ساره عندها شويه شغل مش فاضيه، وبعدين حسام بذمتك ده وقته؟ دبل شيف دبل شيف. هلو، هو ار يو؟ انا محمد. انتوا عارفين انا عندي مشكله مع البنات يا جماعه، برضو يعني عندي مشكله مع كلامنا، الكلام كله عكس بعضه. يعني الناس تقول لك حلاوتها في حموتها، بس في نفس الوقت اتقل على الرز يستوي، ويقول لك اعمل الخير وارمين البحر، بس في نفس الوقت خيرا تعمل شرا تلقى. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما حدش سقف. المواصلات وانا جاي النهارده ركبت مع سواق تاكسي عمال يشتكي لي همه. الواد ده شارب ايه؟ الله يخرب بيتك، هو ده وقته؟ وبعدين يا جماعه انا كل يوم بقعد مع اصحابي على القهوه، تخيلوا لقيتهم بيعملوا ايه؟ تخيلوا كده عايزين يعملوا مشروع كتاكيت، ولما تكبر تبقى فراخ. ايه الحوار في؟ ما هو مش هنا الافيه، مش هنا الافيه. انا عارف ان انا قلت ما فيهوش افيهات، الافيه هنا. كنت قاعد في القهوه وبسال القهوجي على الباسورد. هو ده اللي كنت عايزه يظبط الماتيريال بتاعتي؟ الحمد لله بجد انه ما رضيش يعمله. ايه القرف ده؟ كلها كانت بتسرقني. وكوبري اكتوبر يا جماعه، ايه الزحمه دي كلها بجد؟ انا كفايه اقول لكم اني حبيت واحده واعترفت لها وفركشت، وانا لسه واقف من رمسيس والتحرير. والله يا جماعه مش ان انا توكسيك، لا هي كانت بعيد عني، كان بيني وبينها عربيتين نقل،
بس للاسف ما عرفناش ننقل العلاقه لابعد من كده. طيب ممكن اقول لكم حاجه بس تسقفوا؟ شكرا يا جماعه، ده كان وقتي. دبل شيفت دبل شيفت. ايه اللي انت عملته ده يا فنان؟ ما تجاملنيش بقى، انا عارف اني ما كنتش كويس. يا عم ما تقولش كده، بس ما كنتش كويس ايه؟ ربنا يخليك والله يا حسام. ده انت كنت تقرف. ايه اللي انت قلته على المسرح ده؟ واي فاي ايه وتاكسي ايه؟ هو انا عكيت قوي كده؟ بص، هو انت كده كده عمرك ما جبت ضحك، بس مش للدرجات دي يعني. جاي تعك في اليوم اللي سلمى بتتفرج عليك فيه. يا عم خلاص بقى، انت هتقعد تقطمني طول اليوم؟ اللي حصل حصل، ما خلاص. طب بس افرد وشك، افرد وشك. سلمى جايه. جايه فين؟ جايه علينا اهي. يا ماشي. بس ايه يا فنان، ايه العظمه دي؟ ده انت خربت الدنيا، ده انت ولعتها ولا ايه يا سلمى؟ كنت جامد. ها ده انت، لا ده بقول لك ايه، العيال كانت ميته من الضحك. ما انا خدت بالي، عشان كده ما عرفتش امسك نفسي فوق. هو خرب الدنيا فعلا بصراحه، عندك حق. هاي سلمى، ازيك؟ ممكن اساعدك في الماتيريال بتاعتك؟ معلش انا بس كنت وقت ما كلمتيني كنت متعصب شويه. بعد اللي شفته ده تساعدني في ايه بقى؟ ما تقولش كده، انا تمام لوحدي. ثانك يو سو ماتش بجد، شكرا. انت قصدك ايه سلمى؟ لا يعني قصدي الكوميديا دي لسه ما حدش هيقدر يفهمها هنا، فاهم؟ اوكي يا جماعه، انا لازم امشي دلوقتي عشان مستعجله. باي باي باي. حسام. ايوه هي اتريقت عليا صح؟ لا طبعا. حسام ما اتريقتش عليك. هو يا حبيبي ما اتريقتش عليك، دي هزقتك. ضحكت الناس عليا يعني؟ على الاقل ضحكوا.